بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللمؤلف وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير آية 144 من سورة البقرة، قال ربنا سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فول وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وحيثما كنتم أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها ووجه وإلا فيكفي شطرها ووجهتها، وأن الالتفات وجهتها حسن الله إليكم وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أن في ذلك ويعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة والدنيا بالمعترض حسن الله إليكم بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال الله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، أي بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا زال السياق في هذه الآيات في موضوع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض الآيات التي تناولت هذا الموضوع. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. والشيخ رحمه الله بيّن أن قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يوجه إلى الكعبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة وكان يستقبل بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس،
فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه ذلك، وظل صلى الله عليه وسلم 14 شهرا يترقب ويشتاق إلى أن يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وهي الكعبة المشرفة. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء شوقا وانتظارا إلى أن يأتي التشريع الرباني بتحويله من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة. وفي هذه الآية يخبر ربنا عز وجل عن عنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم واحتفائه به، فإنه جل وعلا حكى لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشوق والترقب في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال وجهك ولم يقل بصرك، قال الشيخ لزيادة اهتمامه، لأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. ثم إن الله عز وجل تكريما لنبيه وجهه إلى القبلة التي يرضاها، فقال سبحانه فلنولينك قبلة ترضاها. والشيخ رحمه الله أشار إلى الحكمة من مجيء اللفظ بقوله فلنولينك، ولم يقل فلنوجهنك، فقال رحمه الله أي نوجهك لولايتنا إياك. فهذا اللفظ كما أنه يتضمن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة، فهو يتضمن أيضا دلالة على ولاية الله عز وجل لنبيه واعتنائه بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء التعبير فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول فولي وجهك، الوجه يعبر به عن البدن، ولهذا قال العلماء إنه في الصلاة يجب استقبال القبلة بالبدن، يجب استقبال القبلة بالبدن. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة، يعني جهة المسجد الحرام. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الجزء من الآية فيه فوائد، منها اشتراط استقبال القبلة للصلوات كلها فرضها ونفلها. ومن الفوائد أيضا أنه إذا أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون إن فرض من قرب من الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أن يستقبل عينها ببدنه كله، وفرض من بعد وهو من لم يمكنه معاينة الكعبة أن يستقبل الجهة. ولهذا قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة. ثم قال سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني في أي مكان كنتم ولوا وجوهكم في صلواتكم شطر المسجد الحرام. ثم أخبر الله عز وجل عن حال أهل الكتاب الذي مر معنا سابقا أنهم أثاروا الشبهات واعترضوا على قضية تحويل القبلة في الآيات السابقة. قال الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فهؤلاء المعترضون الشانئون الحاسدون أصحاب الهوى من أهل الكتاب الذين أثاروا الشبهات حول هذا الحدث العظيم والنعمة العظيمة التي أنعم الله بها على نبيه وعلى المؤمنين، هؤلاء في واقع أمرهم
يعلمون أن تحويل القبلة حق من ربهم. لماذا؟ لأنهم يجدونه في كتبهم، فهم يجدون في كتبهم أن النبي الذي يبعث في آخر الزمان تكون قبلته قبل البيت الحرام، فهم يعلمون أنه الحق من ربهم. إذن ما الحامل لهم على الاعتراض وعلى إثارة الشبهات؟ هو الهوى والحسد، كما جاء الإشارة إلى ذلك في مواضع أخرى. ولهذا توعد الله عز وجل أولئك، حيث إنهم يعلمون الحق ومع ذلك يثيرون الشبهة حوله ولا يستجيبون له ولا ينقادون له، وإنما غرهم إمهال الله لهم، فظنوا أن إمهال الله لهم يعفيهم من عاقبة ما يفعلونه وما يقولونه مما لا يرضيه، فتوعدهم الرب جل وعلا بقوله: وما الله بغافل عما يعملون. لهم يوم سيقفون فيه أمام الله عز وجل ويسائلهم عن هذا العلم الذي عندهم وعن هذا الصدود والإعراض عن الحق الذي حصل منهم على علم وعلى بينة، وما الله بغافل عما يعملون. قوله سبحانه: وما الله بغافل عما يعملون، يقول العلماء إن النفي إذا جاء في صفات الله وفي أفعال الله فإنه يتضمن كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، وإنما يخبر عن الله عز وجل ويوصف بالكمال سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن النفي إذا جاء في أفعال الله أو في صفاته فإنه يتضمن كمال ضد المنفي. وبناء على ذلك فإننا نقول إن قول الله عز وجل: وما الله بغافل عما يعملون، يتضمن ماذا يا أخوان؟ نعم أحسنت، كمال العلم والإحاطة، كمال العلم والإحاطة، مثل قول سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن كمال الحياة والقيومية. وهكذا في سائر ما ينفى عن الله عز وجل في هذا الباب فإنه يتضمن كمال ضد المنفي. وقوله سبحانه: ليعلمون أنه الحق من ربهم، ذكر الله عز وجل الربوبية هنا لأن الرب معناه يعني الخالق المالك المتصرف. وإذا كانوا يعلمون أن تحويل القبلة من الخالق المالك المتصرف وهو الرب جل وعلا، فإنه جل وعلا من مقتضى ربوبيته أنه يأمر بما يشاء ويحكم ما يريد، وليس على العباد إلا الاستجابة لأمر الله والتسليم لحكمه، فما بالهم وهم يقرون بربوبيته يعترضون على أحكامه جل وعلا؟ إن هذا لهو الكفران المبين. نعم أحسن الله إليكم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم،
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنه لا حد له، ولأنه يعلم بطلانه للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. قال ربنا ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ربنا من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، أي بأنك على الحق وهم على الباطل، قال إنك إذن، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام. لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعلمون وما يعرفون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم من اتباع أولئك اليهود أصحاب الهوى والعناد لقبلته ولدينه. يقول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني مهما أتيتهم بالآيات وهي البراهين والأدلة كما ذكر الشيخ، فإنهم لن يتبعوا قبلتك، بمعنى لن يتبعوا دينك. وعبر بالقبلة لأن السياق في القبلة، ولأن اتباع القبلة يتضمن، لأن اتباع الدين يتضمن اتباع القبلة. ثم قال الله عز وجل وما أنت بتابع قبلتهم، وهذا كما ذكر الشيخ جاء بصيغة وما أنت بتابع قبلتهم، ولم يأتي بصيغة النهي، فلم يقل ولا تتبع قبلتهم. وهذا يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف اتصافا ثابتا
بمخالفته، فلا يمكن منه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه اتباع لقبلتهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الآية لم يقل وما أنت بتابع قبلتهم ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على ما أثاروه من شبه واعتراضات. قال الله عز وجل: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بمعنى أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، والنصارى أيضا لا يتبعون قبلة اليهود، وبعضهم يكفر بعض. اليهود يستقبلون الصخرة، صخرة في بيت المقدس، والنصارى يستقبلون مطلع الشمس المشرق، وهم مع بعضهم على العناد وعلى التصلب، فلا يتبع بعضهم قبلة بعض، وهذا بيان لشدة عنادهم وتصلبهم. فهم ليسوا معك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقط معاندون متصلبون، بل حتى بينهم، بين اليهود والنصارى، من العناد والتصلب والتكفير ما يدل على كمائن نفوسهم. ولهذا فلا تطمع في أن يتبعوك، لأن الأمر لا يختص بك، بل هو العناد والهوى والتصلب في القيام والإقامة على الباطل. ولهذا قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم. وهذا كما ذكرت فيما مضى بيان لأن مستند أولئك المعترضين من اليهود والنصارى وما أثاروه من شبه ليس هو العلم، وإنما هو الهوى، بل هم كما مر معنا يعرفون أن قبلة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لكنهم يصدرون فيما قالوه وفيما أثاروه من شبه عن هوى كامن في أنفسهم. ولهذا حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهوائهم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال كما قال الشيخ أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه هو هوى اختلقوه من أنفسهم، فقد بدلوا وغيروا، وليس دينا وإنما هو هوى الأنفس، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. قوله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله من اتباع أهواء الظالمين، وقد أخبر الله عنه فيما تقدم بقوله: وما أنت بتابع قبلتهم. ولكن هذا يتضمن تحذيراً لأمته، تحذيراً لأمته، لا سيما خلفاؤه وورثته وهم العلماء، فهم يستفيدون من ذلك أن اتباع أهواء الظالمين لا يجعل الشخص معيناً لهم فحسب. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق إنك إذن لمن الظالمين، فاتباع أهواء الظالمين يجعل الشخص منهم، وليس مجرد معيناً لهم. وفي الآية أيضاً بيان بأن علو مرتبة الشخص وما عنده من علم لا يعصمه عن اتباع أهواء الظالمين، وهذا يجعل الإنسان يخاف على نفسه. ما الطريق إلى الثبات؟
الطريق هو تثبيت الله عز وجل، فمن ثبته الله عز وجل وهداه عصمه جل وعلا وحماه وحفظه من اتباع أهواء الظالمين. ألا تروا إلى قول الله عز وجل لنبيه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الخطاب، فكيف حال أفراد أمته؟ وكيف حال العلماء من ورثته؟ إن الجميع مفتقرون إلى هداية الله، مفتقرون إلى تثبيت الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا شرع لهم الرحمن الرحيم أن يقولوا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يتضمن الثبات على الحق، ويتضمن الاستزادة من الحق والهدى الذي تضمنه الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. أيضاً مما يستفاد من هذه الآية أن اتباع أهواء أصحاب الهوى من أولي العلم أشنع من اتباعه من غيرهم، لأن أولي العلم فرضهم اتباع الهدى والعلم، وقد قامت عليهم الحجة واتضحت لهم المحجة، فكونهم ينكصون على عقابه ويتبعون الهوى بعد أن استبان لهم طريق الهدى إثمهم أشد إثماً وأعظم جرماً. وإذا كان نبي الأمة يخاطب بهذا فإن ورثته من أهل العلم ينبغي لهم أن يخافوا من ذلك وأن يسألوا الله عز وجل الثبات. ولهذا كان مما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهما أخبرتا أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، أحسن الله إليك. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق. محمد رسول، أحسن الله إليكم. وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك،
وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. قال ربنا: الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك أي فلا يحصل لك أي فلا يحصل لك أدنى شك فلا يحصل فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن أهل الكتاب الذين حصل منهم ما حصل مما تقدمت الإشارة إليه يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وذكر الأبناء ولم يذكر البنات لأن الأبناء أحظى عند الآباء غالبا من البنات، ومعرفتهم بهم أكثر لحظوتهم عندهم، فهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منهم أبناءه، لا يمترون في ذلك. لكنهم مع ذلك كما قال الله عز وجل في تتمة الآية: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقول فريقا لأن من أهل الكتاب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الحق، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان من أحبار يهود وقد أسلم رضي الله عنه. فليس كل اليهود أو كل أهل الكتاب بهذه الصفة، وإنما فريق منهم. ولهذا قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين هي الكعبة، مع أنهم يعلمون ذلك علم اليقين بما يجدونه من في كتبهم. ثم قال الله عز وجل: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والآية التي سبق تفسيرها تتضمن أن اتباع الهوى كما أنه قد يكون بالنطق بالباطل موافقة لأهل الهوى، فإنه يكون أيضا بالسكوت عن الحق وكتمانه. وقد تقدم قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وذكرت لكم أن قوله عنده فيه دلالة. ما هي هذه الدلالة؟ الأخوان اللي حضروا عندنا الأسبوع الماضي في قوله سبحانه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنا ذكرت أن كلمة عنده لها دلالة خاصة. نعم أحسنت. يعني قول سبحانه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي هذه الآية يقول: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كل هاتان الآيتان فيها ذم لأهل الكتاب على كتمانهم العلم بعد أن عرفوه. وفي قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، عنده يفيد أنه مختص بعلمها دون غيره،
وهذا يبين لنا أن كتمان العلم والحق يعظم إثمه كلما كان العالم مختصا به دون العامة، لأن العالم إذا كتم العلم وهو بهذه الصفة كان ذلك سببا في ضلال العامة، لأن هذا العلم عنده وليس عند غيره، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وليس عذرا لأولئك الكاتمين للحق أن يقولوا كتمنا الحق لأن هذا الحق جاء به من نكرهه. فهؤلاء اليهود كانوا يبشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لقد يقولون للمشركين في جزيرة العرب لقد أضل زمان سيبعث فيه نبي نقتلكم فيه قتل عاد، يخاطبون المشركين، لكنهم كانوا يظنون أنه سيبعث فيهم ومن بني إسرائيل. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفوا صدقه لكنه خرج من غير بني إسرائيل غصوا بذلك وشرقوا به وحملهم الحسد على تكذيبه. ولهذا كان هذا الأمر سببا في ضلاله. فالله عز وجل يقول الحق من ربك، يعني هذا الأمر هو حق من الله عز وجل، وما دام حقا من الله عز وجل فيجب على من يعتقد ربوبية الله، واليهود والنصارى يعتقدون ذلك، يجب عليهم اتباع هذا الحق وإن جاء به من يكرهون. ولهذا قال الله عز وجل فلا تكونن من الممترين، والشيخ بيّن أن معنى الممترين يعني الشاكين، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشك، لكنه بيان وتحذير من الشك في الحق بعد أن استبانت أعلامه. نعم، نكمل الدرس، الأسئلة في الأخير. أحسن، أحسن الله إليكم. قال ربنا سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
ثم قال: ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. في هذه الآية قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بيّن الشيخ أن المعنى أن كل أهل دين وملة لهم وجهة يتوجهون إليها في عبادتهم، وأن الشأن ليس في استقبال القبلة، فهذا أمر من الأمور التشريعية يرجع فيه ويستجاب فيه لأمر الله عز وجل. فإذا شاء جل وعلا أمر عباده باستقبال بيت المقدس، وإذا شاء جل وعلا أمرهم باستقبال الكعبة، والواجب عليهم في الحالين امتثال طاعة الله عز وجل. ولهذا جاء بعد ذلك: فاستبقوا الخيرات، يعني الشأن هو في طاعة الله عز وجل، فلا تثير الشبه. فما دام الله عز وجل أمر فليس للعباد إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يبادروا إلى الامتثال ويتسابقوا في مضمار طاعة المولى تبارك وتعالى. فاستبقوا الخيرات. ومما يمكن أن يلمس من دلالة هذه الآية أن الآيات التي قبلها تضمنت بيان شبه أو الإشارة إلى شبه أثارها أولئك المرجفون من أهل الكتاب حول تحويل القبلة، كما أنها بيّنت أنهم يصدرون عن هوى وعناد لا عن علم وهدى، وهم مع ذلك مصرون على باطلهم لا مطمع في هدايتهم. فكأن هذه الآية تقول: كل سيتوجه إلى وجهته، فلا تنشغلوا أيها المؤمنون بدعوة وشبه من لا يرجى منه هدى واستجابة، بل احمدوا ربكم على هذه النعمة العظيمة، وهي أن وجهكم إلى هذه القبلة المشرفة، واستبقوا في مضمار الخير. لأن الالتفات إلى الأعداء وشبههم يضعف السير، فكلما كان السائر لا يلتفت إلى عدوه كان ذلك أدعى في حثه السير. ولهذا ضرب بعض أهل العلم لذلك مثالا فقال: إن الغزال أسرع من الأسد، ومع ذلك فإن الأسد يدرك الغزال. قالوا: ما السر في ذلك؟ قالوا: إذا لحق الأسد الغزال أكثر الغزال من الالتفات، فيدركه الأسد فيفترسه. هذا مثال يبين أن الالتفات إلى شبه الأعداء يضعف السير. لكل وجهة هو موليها، استبقوا الخيرات، احمدوا ربكم على هذه النعمة العظيمة، سابقوا إلى الخير. وهذا يشبه قول الله عز وجل في آية أخرى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. في قوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات، هذه الآية آية عظيمة يستفيد منها المؤمن أن المشروع له المسابقة في الخير. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود في سننه ورجاله ثقات: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فعمل الآخرة يحتاج إلى مسارعة ومسابقة. ولهذا قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولهذا ينبغي للمؤمن إذا هم بخير أن يبادر إليه،
لأن المؤمن إذا هم بالخير أتى الشيطان فثبطه، إما أن يصرفه عنه وإما أن يحمله على تأجيله. فالمشروع للمؤمن إذا هم بخير أن يبادر إلى فعله، لا يتركه ولا يؤجله ما دام قد حضر وقته، فإنه لا يدري ما يعرض له. فاستبقوا الخيرات واغتنموا الأوقات قبل الممات. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الشيخ رحمه الله بيّن حكمة في ذكر هذا بعد استباق الخيرات، وهو أن أعظم داعي يدعو المؤمن إلى المسارعة للخير تذكر الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل في شأن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك الذين يتذكرون دائما الدار الآخرة هم أهل المسارعة في الخير. ولهذا قال جل وعلا هنا بعد الأمر باستباق الخيرات: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ستجمعون وتحشرون وتحاسبون من أي مكان كنتم وفي أي أرض متم، وها أنتم في مضمار السباق وفي دار العمل، فليكن شأنكم المسابقة بالخيرات حتى تفوزوا برضوان الله عز وجل وجناته في الدار الآخرة. من فوائد هذه الآية أيضا أن العلماء قالوا إنه لا إيثار في القرب، يعني القرب المشروع فيها هو المسابقة إلى الخير، وبالتالي ليست مجالا للإيثار. استثنى أو يمكن استثناء ما إذا كان الإيثار يتضمن فضيلة أعظم فضلا من تلك القربة، وإلا فالأصل أنه لا إيثار في القرب، لأن المشروع في القرب هو المسابقة إلى الخيرات. لكن من أمثلة الاستثناء التي يمكن أن يمثل بها ما لو سبق شخص إلى الصف الأول ثم جاء أبوه، فكونه يجلس أباه إن لم يكن لأبيه صف مكان في الصف الأول مكانه، هذا أمر حسن. لماذا؟ لأن فضيلة بر الوالدين أفضل من فضيلة إدراك الصف الأول. ولهذا قلت إن الأمر كما قال العلماء لا إيثار في القرب، إلا في حالة ما إذا كان الإيثار تحصل به فضيلة أعظم من الفضيلة المؤثر بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته،
ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بأن، واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة، البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة وهو ظالم فيها، وليس له مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه. وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزة يوجب خشية من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثر فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما. وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: فولي وجهك، والأمة عموما في قوله: فولوا وجوهكم. ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة، كما تقدم توضيحها. ومنها أنه قطع الأطماع من أتباع الرسول قبلة أهل الكتاب من اتباع حسن الله إليكم ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب ومنها قوله: وإنه للحق من ربك. فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال: وإنه للحق من ربك. ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد. هكذا شيخنا؟ نعم. لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة. قال: ولأتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا. وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم. وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره. وقال: ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا. فلله الحمد على ذلك. يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. في مطلع هذه الآية تكرار للتوجيه إلى شطر المسجد الحرام للمرة الثانية، وفي الآية التي بعدها تكرار للمرة الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في الآية الأولى قال: وإنه للحق من ربك، وهذا خبر مؤكد، لأن إن تفيد التأكيد واللام تفيد التأكيد. قال الشيخ: لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أن هذا الأمر على سبيل التشهي أو الاستحباب لا على سبيل وجوب الامتثال. ثم قال الله عز وجل في الآية الأولى: وما الله بغافل عما تعملون. فهذا الأمر من الله، والله عز وجل الذي أمر به مطلع عليكم هل تمتثلون أو تعرضون. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية سبق الكلام على تفسيرها، والشيخ رحمه الله بيّن حكمة في تكرار ذلك، سيأتي الكلام عليها عند الكلام على ما ذكره رحمه الله في هذا. لكن هنا يتبين لنا أن الله عز وجل ذكر في تحويله للقبلة ثلاث علل. قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذه العلة الأولى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، هذه العلة الثانية. ولعلكم تهتدون، هذه العلة الثالثة. فذكر الله عز وجل ثلاث علل من حكمة ما شرعه جل وعلا في هذا الأمر. فقوله سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة، الشيخ رحمه الله بيّن المعنى في ذلك، وهو أن أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي المبعوث في آخر الزمان يستقبل الكعبة المشرفة، يستقبل الكعبة البيت الحرام، فلو لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لا كان لهم حجة، يقولون: إنك لست النبي الذي وعدنا به، فإنا نجد في كتبنا أن قبلته البيت الحرام،
لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس كما ذكر المفسرون يدخل فيهم أهل الكتاب ويدخل فيهم أيضا المشركون، في قوله سبحانه لئلا يكون للناس عليكم حجة. ذكرت أن جماعة من المفسرين قالوا إن الناس عامة فيدخل فيها أهل الكتاب ويدخل فيها المشركون، وبينت أن أهل الكتاب من الحجة التي تنتفي بتحويل القبلة عندهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي المبعوث في آخر الزمان يستقبل الكعبة البيت الحرام، فإذا لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة كان لهم حجة في أنه ليس هو النبي الموعود به. كما أن بعض المفسرين ذكروا أيضا أنه لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين لهم في قبلتهم، وهذا يخص اليهود لأن اليهود يستقبلون الصخرة في بيت المقدس، وقد وجد من اليهود من يقول ما له يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا، فحول الله عز وجل نبيه إلى الكعبة البيت الحرام لئلا يكون لأولئك اليهود تلك الحجة. كما أنه يدخل فيهم أيضا المشركون، فإن المشركين مما كانوا يثيرونه من الشبه أنهم كانوا يقولون ما لهذا النبي يدعي أنه على دين إبراهيم وهو من ولد إبراهيم، وهم لا يمترون في ذلك، لا يمترون في أنه من ولد إبراهيم، لكن يقولون أنه يدعي أنه على دين أبيه إبراهيم ومع ذلك لا يستقبل قبلة أبيه. ففي التحويل إلى القبلة أيضا لا يكون لأولئك المشركون لأولئك المشركين حجة بما قالوه، ولهذا قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. ثم قال إلا الذين ظلموا منهم، فإن الظالمين حتى وإن استبانت لهم الحقائق مثل الشمس فإن ما عندهم من الهوى والظلم لن يجعلهم ينكفوا عن غيهم وباطلهم، فلا تأبهوا لهم ولا تخشوهم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك فلا تخشوهم واخشوني سيستمرون وإن بان الحق كالشمس في رابعة النهار، سيستمرون في الصدود والإعراض وإثارة الشبه، فلا تخشوهم واخشوني ما دام تبين لكم الحق، لا تخشوهم واخشوني. الخشية يقول العلماء الفرق بينها وبين الخوف أن الخشية أكثر ما تكون عن علم، والخوف قد يكون عن علم وقد يكون من غير علم. وقال بعض العلماء إن الخشية خوف يشوبه تعظيم، فيقال خشيت ربك لأن خشيتك له فيها تتضمن تعظيمه. ومما ذكره بعض أهل العلم أن الآية تضمنت ما يدل على أن التخلية قبل التحلية، فإن الله عز وجل قال فلا تخشوهم واخشوني، يعني نقوا قلوبكم من خشية أولئك وحلوا أفئدتكم بخشية الله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني. ثم ذكر الله عز وجل العلة الثانية في قوله سبحانه ولأتم نعمتي عليكم، والشيخ رحمه الله بيّن
دلالة هذه الآية على النعمة العظيمة في هذا الحدث العظيم وهو تحويل القبلة. وأشار رحمه الله إلى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده وعلى المسلمين خاصة وعلى هذه الأمة لا تعد ولا تحصى، وأن منها نعم أصول ومنها نعم متممات. فأما أصول النعم فهي الإسلام والقرآن والإيمان، هذه هي أصول النعم. من المتممات التوجيه إلى القبلة البيت الحرام، ولهذا قال الله عز وجل في تشريع القبلة: ولأتم نعمتي عليكم حيث اخترت لكم خير دين ووجهتكم إلى خير قبلة، قبلة أبيكم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فله جل وعلا الحمد والفضل على جوده وإحسانه وكرمه وهو الجواد الكريم. العلة الأخيرة وهي الثالثة قال الله عز وجل: ولعلكم تهتدون. فتوجيه هذه الأمة إلى هذه القبلة وما أثير حولها واستجابة المؤمنين السريعة كما مر معنا في الدرس الماضي إلى هذا الأمر هو كله من هداية الله عز وجل لهذه الأمة. والشيخ رحمه الله بيّن أن من الهداية المذكورة أو المشار إليها في هذه الآية أن الله عز وجل إذا أراد أن يتضح الحق قيض من دعاة الباطل من يثير الشبه، لأن الحق يتضح تمام الاتضاح إذا وجدت شبه تسبقه، فإن الحق حينئذ يكون فرح المؤمنين به أعظم والنعمة عليهم به أتم، لأنه يكون في هذه الحالة أخرجهم وحماهم وحفظهم من تلك الشبه، فتظهر حينئذ النعمة في أبهى حللها والهداية في أجلى صورها. ولهذا قال الله عز وجل: ولعلكم تهتدون. وهذا من الهداية، وإلا فإن هداية الله لعباده تشمل الهدايات في أصل دينهم والهداية إلى المتممات في فروع دينهم كما هو شأن القبلة وكما هو شأن النعم كما تقدم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا تدبر كتابك وانفعنا بما فيه من الآيات والعظات، اللهم اجعلنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.